شد دارك، مش تحمي روحك وصغارك. مهرجان كنوليا. عسلم الناس الكل، وان شاء الله صحتكم تكون الف خير، وان شاء الله حاضرين للبروجرام مش نخدمه اليوم في الدار. امتعنا اليوم باش يكون سيت ساندريبس. ايش معناها؟ معناها شاك اكسيرسيس عندك منه 4 سيري، وشاك سيري فيها 15 ريبيتيسيون. بطبيعة الحال ما ننساوش باش نسخنوا ليزارتيكولاسيون تاعنا واللي المشكل سبيسيفيك اللي باش نستحقهم في وسط البروجرام تاعنا اليوم. كي العادة باش نستعملوا سبركة نسخنوا بها، سكادو باش نحطوا فيها الشارج نتاعنا، والشارج نتاعنا عبارة عن بيبل ماء ولا أي حاجة عندكم في الدار، وحاجة مرتاحة باش نخدموا عليها. الإكزرسيس الأولاني نتاعي باش يكون سايد لانجس، بالطبيعة نثبت البوستور نتاعي مستوية، باش نهبط مرة لساقي اليمين ونتأكد اللي لونجل نتاع الساق 90 درجة وركبتي ما تفوتش صبعي الكبير، ونعاود نرجع للوسط ونهبط على الساقي اليسار نفس الشيء، لونجل نتاع الهبوط يكون 90 درجة والركبة ما تفوتش صبع الساق الكبير، انسي تو تويت نخدم 15 يمين 15 يسار. بعدها باش نخدم 4 سيري دو 15 ريبيتيسيون كالعادة من ريفرس كرانشز. بطبيعة الحال قد ما نتحكم في الموفمون تاعي أكثر، قد ما تكون الإفيكاسيتي نتاعو أكثر. بعد نهز لك الدزمين نحطهم في الساكادو باش نخدم بيهم. بطبيعة الحال الشارجي باش تخدم بيه انتي حر، مهم تختار الشارجي نتاعك. ونحضر رواحنا باش نخدمو 4 سيري دو 15 ريبيتيسيون من البايسيبس كور. كالعادة البوستور نتاعي مستوية، ندري لبرا نهبط سكادو قدامي ونطلع فوق. في طبيعة الحال قد ما نكونترولي الشارج نتاعي في الهبوط نتاعو، قد ما الإفيكاسيتي نتاع الإكزرسيس تروح. توا عندنا 4 سيري دو 15 ريبيتيسيون من ثراسترز، اللي هو إكزرسيس كومبيني بين السكوات والبريس. نحاول نعمل بيناتهم كومبينيزون وليزون باش نخدم الاكزرسيس نتاعي 15 مرة في 4 سيري. بيان سور في الهبوط كاب نتاعي لبرا نهبط قد ما نجم وفوت لو عند الساك وخلاص. الاكزرسيس عندنا اليوم اللي هو فلاتر كيكس، باش نخدم في عقلي ونرتح 1 سكوند نتاع بوز ونخدم هكاكا 15 مرة. بطبيعة الحال بدني كل الناس في القاع وسقايا نحاول يكونوا مطلوبين للماكسيموم. بعد نكملوا من المستحسن ديما ناخدو دي ريزولتا ونقايدو واش عملنا، باش المرة الجاية نتبعو بروجرامنا ونعملو سيفي رواحنا ونحاولو ديما نقدم. بالنسبة أوقات الراحة بين السيري باش يكون بين 30 و 45 سكوند، وبين ليزيكسيس باش يكون بين دقيقة و 35. بالطبيعة ما ننساش باش نخدم شوية ايديالمون باش يرتاحوا لي مسؤول نتاعي ويكونوا حاضرين للبروجرام تاعنا غدوة. وهذاك علاش توا ما نخليش نقول لكم كان باي باي، ونتقابلوا ان شاء الله غدوة في فيديو جديد.